جلميم هبة وادي نون ودرة الجنوب الممتد على مساحات شاسعة من الحب والتراث والمناظر الطبيعية البهية، فضاء القصبات والواحات والطاقات الشابة المبدعة، احتضنت في الفترة الممتدة ما بين 8 و 14 من يناير 2018 الدورة 7 لمهرجان وادنون السينمائي الذي تشرف على تنظيمه جمعية الشباب المبدع. مهرجان وادنون السينمائي هو فرصة كتاح الأبناء للمنطقة ومثقفيها من أجل التمتع بالفن السابع، أولاً مشاهدته، ثانياً التعرف على الوجوه السينمائية مباشرة اللي كنشوفوها غير على القنوات التلفزية، بحكم أن جليميم مدينة بعيدة نوعاً ما على السونتر اللي هو الرباط وكازا اللي كيتواجدوا فيها الفنانين. الدورة 7 تتويج ناجح لدورات 6 سابقة ومنهجية جديدة في الاشتغال وبناء شراكات واضحة وفاعلة وانخراط شباب جهة في ممارسة الثقافة والإبداع وتكريس لمكانة مدينة مغربية أصيلة صاعدة. هذا المهرجان بالنسبة لي لا يعطي فقط إشعاع لجهة جليميم وادي نون، ولا بد أن يعطي هذا الإشعاع على المستوى الإقليمي، على المستوى الوطني، وأيضا نتمنى أن يكون أيضا إشعاع للمنطقة على المستوى الدولي، لأن المنطقة لها تاريخ ولها تراث ثقافي كبير تعتز به. حفل الافتتاح لبس حلل الفرح المشعة بالأمل وفتح الأذرع لضيوف الدورة وجمهور المدينة، الجمهور المتعطش لملاقاة النجوم ومشاهدة الأفلام الجميلة والتواصل مع الإبداع المغربي الشاب. ثمار هذا المهرجان التي نراها اليوم وسوف نراها إن شاء الله في السنوات المقبلة هو إحياء الثقافة في هذه المنطقة وخصوصا عند الشباب، تأطير الشباب عبر الثقافة وعبر السينما. السينما له دور كبير لتأطير الشباب، وهذه مسؤولية لنا جميعا التي تلزم علينا أن نرافق هذا النوع من المبادرات، تلزم علينا أن ندعم هذا النوع من المبادرات، وتلزم علينا أن نشجع هذا الشباب الذي الحمد لله يستثمر نفسه ونستثمر فيه من أجل بناء منطقة إقليميم وادي نون. كلمات الجهات المنظمة والداعمة جاءت لتؤكد على الانخراط الكامل لجهة جلميم وادي نون في مسلسل الانتصار للتنمية الهادفة والثقافة الجادة والشباب الطامح لرفع راية الوطن خفاقة. المهرجان في دورته 7 تدرج بشكل طبيعي حتى أصبح ينفتح على أفق دولي، يسوق المدينة ويسوق المنطقة ويسوق إمكاناتها الطبيعية والثقافية، وهو فرصة تحدث دينامية كبيرة، دينامية اجتماعية وثقافية وفنية داخل المدينة، متنفس الوحيد للمدينة حاليا في المجال الفن السابع في ظل غياب قاعات للعروض السينمائية. بعد الكلمات تم تقديم لجنة تحكيم الدورة التي تشكلت من 3 أسماء فنية وازنة، وهم الممثلة نورة سقلي والفنان صلاح الدين بن موسى والمخرج محمد شريف طريبق الذي تحمل مسؤولية رئاسة اللجنة. هذا شرف لي وفهنا واحد النوع من التكريم أنني نترأس لجنة التحكيم، لأنني كنعتقد المهمة ديالي كرئيس لجنة التحكيم فيها واحد النوع ديال المساهمة في التكوين ديال هاد الشباب، لأننا غنضطروا نعطيو ونبرروا الجوائز ديالنا ونحدوا واحد المجموعة ديال المعايير اللي عليها غنحتكموا، اللي غادي تقدر حتى هذاك اللي ما غاديش ياخذ الجائزة غادي يمكن يعرف علاش ما خداش الجائزة وباش يطور راسه في المستقبل. فقرة التكريم كانت لحظة أولى من لحظات البر بالفنان المغربي والاعتراف بعطاءاته الوازنة، حيث تم تكريم بداية المخرج والممثل القيدوم محمد عاطفي كتحية لمجمل ما قدم للسينما والتلفزيون وما منحه من أيادي بيضاء للكثير من الفنانين الشباب. you
هدايا هادو فلوس. حيد انت عينك غير في الفلوس، كتفكر غير في الفلوس. حيدي، اريدك تصوير، اريدك تصوير لهنا. في الحقيقة أشعر برعشة تسري في جميع أوصالي، وأنا أكرم من طرف هذا الشباب الواعد، هذا الشباب اللي كنعتبرهم بحال شي خلية نحل تنتقل من مكان إلى مكان في سبيل إنجاح هذا المهرجان الذي أخاله ناجحا بحول الله وقوته بفضل هذا الشباب هذا. التكريم الثاني خصص للممثلة القديرة سعاد صابر، الأم الصابرة الصبورة والفنانة الرائدة التي منحت للجمهور المغربي لحظات بهية من الفن الجميل. أنا أمكم اللي غادي نحكم فيكم، ماشي نتوما اللي غتحكموا فيا. يلا بشوية أنا كيتسنى راه يلا نزيد. داكشي علاش ملي كتجي عندك الوالدة كتقولي هبط تخلص في لاكاس. منير كنقول للشباب اللي كرموني اللي هما شباب المبدعين الكلميم او مهرجان واد نون، شكرا شكرا جزيلا على التكريم. هذا التكريم هو شمعه كتضيء طريق الفنان. بعض المرات لسبب ما كيبانش الفنان يغيب او هو يغيب، ولكن هذا التكريم كيخليه دائما متواجد مع الجمهور ديالو. أحسن الأشياء هو هذا التوثيق اللي كيتوثقوا هذا المهرجان. شكرا لكم بزاف. السينما تشادية كانت ضيفة فوق العادة، حيث خصص لبعض من روادها وأفلامها وقفة تكريمية خاصة، وقفة ذكرت بأهم منجزاتها وعطاءاتها المختلفة. اترا كلميم à l'occasion du festival évidemment du cinéma de Wad Nun, pour nous c'est d'abord une double surprise. D'abord d'un, nous venions ici à titre d'invité tout simplement. De deux, la seconde surprise c'est que nous avions été surpris en venant ici de constater que le Tchad a été retenu comme invité d'honneur. Je vous avoue sincèrement que c'est un grand honneur et pour le Tchad et pour la coopération culturelle entre le Maroc et le Tchad. في إطار تكريم السينما التشادية تم تقديم عرض فيلم تشادي قصير بعنوان الأمانة للمخرجة الشابة الواعدة آشي كويلو. Je voudrais bien que votre fille Fatou puisse aller étudier en France. En France. Ah, solidarité, démocratie, unité, travail. Je dois partir en France. C'est impossible, ça. Je peux pas dire non, mon père. Je peux pas perdre. Je sais plus quoi faire. C'est une fierté et c'est un honneur parce qu'après le Burkina, après le Tchad, maintenant c'est le Maroc et c'est le public de Gulmin. J'ai l'impression que je me retrouve chez moi. On a presque la même culture, on se ressemble, on s'habille presque de la même manière. Pour moi, c'est beau, c'est magique. C'est un honneur en tout cas de voir que le Tchad est à l'honneur et c'est très fort, c'est très fort. عرف المهرجان تقديم العديد من العروض الفيلمية، أساساً منها عروض المسابقة الرسمية التي عرفت تنافس 15 شريطاً روائياً قصيراً قادماً من مختلف الدول العربية، أفلام من توقيع مخرجين شباب، مخرجون يصارعون ويتصارعون فنياً من أجل إثبات الذات وتكريس سينما عربية شابة. كنت أحكي معاك. أوكي خذ التليفون ديالي نهضر معاك. حياتي أنت بدي آخذ من عندك التليفون بس. لا خذها. خلاص خلاص. مش ما تبقاش تفلي على بنات الناس، ما تعرفش شنو كدير، ما تبقاش متعلق بناس أخرين، وبدا حياتك من جديد.
le fait de participer à le mihrajan ديال قلميم ça fait vraiment plaisir لحقاش في الدوره ديالو السابعه سي با دوني بطبيعه الحال اي واحد وكانت المشاركه فبالنسبه للافلام انا اللي شفتهم كاينين افلام اللي في المستوى مخسور عليهم لا من ناحيه لا برودكسيون لا من ناحيه لي غير ليماج تتبان فيهم زوينه تيبانوا دي فيلم كي سون بروفيسيونيل تيبانوا اللي بنادم فريمون جلس ليهم الارض باش يقدر انه يعطيهم الوقت ديالهم وحنا تنعرفوا ان المسابقه اون جينيرال فهي نتاع الهوات وكاينين افلام اللي تتبان لك فريمون بنادم هاوي ولكن داير بواحد المستوى اللي عالي اللي تيبان لك بروفيسيونيل وهذا هو الجميل في الامر. العروض تلتها مناقشات صحفيه، مناقشات حاولت وضع الاصبع على مكامن القوه او الضعف في مجمل الافلام المشاركه، مع تقديم نصائح وتوجيهات من لدن السينمائيين المجربين والمثقفين الحاضرين. الذي نتمناه هو أن المسؤولين اليوم الناس المستشارين وكذلك المنتخبين أصبحوا يهتموا أكثر بالإبداع وخصوصا بالسينما. الإمكانيات تقريبا موجودة، إمكانيات الثقافية أظن هي اللي مازال غائبة، وأنا ما بغيتش نكون قدحي بالنسبة للشباب لأن لابد أن نشجع الشباب. السينما ليس فقط السينما، السينما كذلك فنون تشكيلية، السينما كذلك الثقافة، السينما كذلك شير لا بون ديسيني. إلا بغيت تكلم على الأطفال وتكلم على سميتو، أنا لا أفهم أن الفن الغرافي مثلا يغيب على التكوين، ما تقدرش دير الاستيقية مثلا في الصورة، والتراكمات الثقافية كذلك تلعب دور يا أخي، غياب الفلسفة، غياب الاجتماع، غياب الأنثروبولوجيا، كل هذا يجب على الشباب أن يعي بأن هذا ضروري وأساسي وممكن. بغيت تدوي على الاستيقية وتدوي على الصورة، لا يمكن أن تتحدث عن ذلك بدون هذا التكوين وهذه التراكمات وهذا الجانب الضمني بالنسبة للتكوين. المهرجان أقام ورشات تقنية همت تخصصات مختلفة، أساساً منها ورشة التصوير الفوتوغرافي وورشة الإخراج وورشة كتابة السيناريو. كاين متعة في ورشات سواء في تأطيرها ولا سواء في الاستفادة منها كنظن. علاش؟ لأنه أكيد أن السينما والشعر والمسرح إبداع، ولكن هذا الإبداع يجب أن يواكبه تكوين. بالنسبة للورشة اللي أثرت اللي هي كتابة السيناريو، الإخوان فكروا في ثلاثة ديال الورشات، كتابة السيناريو والورشة ديال الإخراج والورشة ديال التصوير. بالتالي إلا تزادت ورشة مثلا ديال المونتاج غادي نشعروا بلا لو باركور كله هو كاين. الورشات استفادت منها فعاليات الجهة عامة وشباب المدينة خاصة، شباب طموح عارف بمسؤولياته الفنية وعالم بدوره في ضرورة تكريس فعل ثقافي جاد بمدينته. أنا جيت هنايا نخاطف ورشة التصوير حيت التصوير كنعشقو بزاف. كنبغي نشكر المنظمين ديال هاد المهرجان اللي حنا في امس الحاجه ليه بزاف، اللي في مدينه قلميم راه كاينين بزاف ديال المواهب في عده مجالات، مجال الاخراج، التصوير، التمثيل، يعني حنا في امس الحاجه لهادشي. وكنبغي نشكر جمعيه الشباب المبدع والمدير ديالها اللي نظموا لنا هاد المهرجان هذا. الدروس السينمائيه الثلاثه التي قدمها كل من المخرج شريف طريبق والنجم رشيد الوالي والممثل التشادي يوسف جاورو كانت بمثابة محاضرات في جلال الفن وحب السينما ونشر قيم الحب والسلام، مع تعليم الشباب كيفية العمل على صنع سينما خلاقة. Vous êtes souvent assis sur votre chaise. Vous savez, mon fils se débrouille très bien. C'est moi le chef, donc voilà, je contrôle. Vous pensez vraiment qu'on a besoin de deux personnes à la piscine? La cabine. Il faut rire. Le cinéma tchadien, de par Mama Salé Haroun, de par Issa Serge Selo, surtout avec Mama Salé, les films ont fait le tour, presque le tour du monde, dans tous les grands festivals du monde. Et j'étais l'acteur principal de tous ces films, presque, que j'ai porté sur mes épaules
On a fait une très belle aventure avec les films de Moussa Laghoun, depuis le festival de Cannes, depuis le festival de Venise, depuis le festival de la Berlina. On a beaucoup voyagé avec ce film. Il a fait la grandeur du cinéma tchadien. Si aujourd'hui on ne suit les pas, on dit que le cinéma tchadien existe, c'est aussi grâce à cet homme-là. Qui on essaie de prendre comme référence et on dit qu'il faut toujours prendre la relève et aller jusqu'au bout avec le 7e art. Et ce qui nous fait voyager, ce qui nous fait connaître aujourd'hui la population de Guelmim, c'est toujours le cinéma. Et je pense que l'art, c'est ça, c'est toute ma vie, le cinéma. الندوة الأساس للمهرجان تمحورت حول موضوع السينما والموسيقى بمساهمة فعاليات نقدية مغربية وازنة، حيث تمت معالجة طبيعة العلاقات القائمة بين الفنين انطلاقاً من نماذج فيلمية، مثلما تمت الإشارة من خلال المداخلات إلى التوظيفات المختلفة للموسيقى في الأفلام وأشكال حضورها خاصة في الأفلام المغربية. C'est presque éternel. Une flamme qu'aucun homme, aussi puissant qu'il soit, ne peut éteindre. حديث العلاقه ما بين السينما والموسيقى في الحقيقه هو نوع من النبش على واحد الجانب اللي نادرا ما يتناول في النقد السينمائي اليومي او العادي، نظرا لان التطورات في هذا المجال هذا فيه جانب نظري كبير وبعض الاحيان يتلامس مع بعض التحاليل اللي عندها بعد تقني. انا في الندوه ديال الكلميم كانت عندي مساهمه حول الفيلم ديال الصوت الخفي لكمال كمال، لانه موسيقى في الشق ديالها ديال الاوبرا اللي عندها دور ليس فقط درامي وليس فقط جمالي، بل ايضا في التركيبه السرديه للفيلم، بان الاوبرا كتحضر اما باش تكمل البعد السردي او باش تسبق الاحداث او باش تكون تعليق عليها. وكيدير رادم بالمساهمات الناجحه اللي يمكن تجعل المشاهد يوسع عينيه واذنه ايضا للتمتع بالفيلم في جميع مكوناته. Les places les plus hautes et les moins chères, ce sont les places des pauvres. Les riches les appellent ainsi pour apaiser le sentiment de différence et d'injustice. Une façon de leur dire, vous êtes bien à la troisième loge. Vous êtes au paradis. حفل الاختتام الذي احتضنه قصر المؤتمرات الباذخ ببنايته الفخمة الشاسعة جاء لوضع اللمسات النهائية لدورة سينمائية ناجحة من خلال الاحتفال الذي لخص فرحة المدينة بعطاءات الأبناء وتقديم باقات حب وشكر للضيوف والحضور من خلال كلمات شكر ووصلات موسيقية منتصرة للفرح. فرح حفل الاختتام ازداد توهجا بتكريم النجم رشيد الوالي كتحية لتعاونه الدائم مع المهرجان وتواضعه الإنساني الخلاق في التواصل مع جمهوره الواسع وتقديم باقة من الأفلام الموزعة بين الروائي الطويل والروائي القصير. هالو هالو هالو
كان لابد ما نتلاقاو اولا مع هاد الشباب ونرويو العطش ديالهم. في نفس الوقت يقول انا راه ما مختلفش على الناس الاخرين، يمكن لي حتى انا نكون نجم ويكون لي حتى انا شي نهار نفكر ندير العمل ديالي، وهذا اللي لاحظناه من خلال الافلام القصيره اللي شفناها مجموعه ديال الشباب ديال هاد المنطقه. بعد التكريم ومشاهده شريط يوم العيد لرشيد الوالي، انفتح الحفل على فقرة توزيع بعض الجوائز التشجيعية، جوائز وزعت على بعض شباب المدينة المشارك في مسابقة الأفلام المحلية كتحفيز لهم على التجريب وصناعة الأفلام. شاركت في هذه المسابقة المحلية بفيلم قصير اللي نظمها مهرجان ودن السينمائي في نسخته السابعة. كنوجه الشكر لأي شخص يعني ساهم في إنجاح هذا المهرجان، وكنتمنى أن هذا التكريم اللي دار لي اليوم ديال أحسن ممثلة أنه يكون من بعد واحد يعني واحد الدعم مستمر يدعمنا باش نوصل قدام، وشكرا. أما جوائز المسابقة الرسمية فقد جاءت على الشكل التالي: جائزة أفضل موهبة سينمائية عادت للمخرج العراقي باقر الربيعي عن فيلمه البنفسجية. البس هذا ماري. إذا تريد تعبر البسه. أبوي هو يصنع من عنده ضعف مادة والخيوط تتفاعل ويا الضوء، لذلك ما حد يشوفك. أنت قاعد تشوفني أنا واقفة بالفي. جائزة لجنة التحكيم منحت للفيلم المصري آيس كريم للمخرج محمد عصام أبو العينين. هاي بقالي من امبارح بخبر 10 دقايق وليكي لبستي. يعني حنخرج؟ أيوة حنخرج. ألو لا خلاص بعدين يلا. الجائزة الكبرى للمهرجان فاز بها الشاب المغربي عماد زواغي عن فيلم الدار البيضاء ابنتي. راه ما كرهتش، عندنا غير العيد الكبير. واش كاين شي واحد ما يبغيش يحضر لجلسة سميتو؟ شكرا للمنظمين على هذه الفرصة اللي عطاوني باش أننا نشاطر التجربة الأولى ديالها من نوعها، نشاطرها مع أصحابي، مع الناس اللي كنعرف، مع الجمهور ديال قومي، مع المؤطرين اللي كنت أنا استفدت منهم سواء نقاد مخرجين وغير ذلك. هذا الشيء وكنقول للمخرج الهوات بأنهم يتعاونوا بعضياتهم باش نزيدوا بالسينما، السينما الهوات، سينما الشباب، نزيدوا بها قدام ونبنيوا واحد المستقبل السينما المغربيه. في كنتي عاد الشريفه الدار بيدا كالتك عليا وعلى بنتك الله يرحم. اختار انا ولا هي.
بعد انتهاء المهرجان لا يسعنا إلا أن نتوجه بعظيم الامتنان وجزيل الشكر لكل الداعمين للمهرجان وعلى رأسهم الوزيرة مباركة أبو عيدة، ونتطلع إلى أن يزورنا العديد من المخرجين والفنانين الكبار سواء من المغرب أو من خارج المغرب لاكتشاف ما تزخر به المنطقة من إمكانات طبيعية وثقافية وبشرية أيضاً.